بعض الأنصار كانوا في سقيفة بني ساعدة وبعض المهاجرين، وكان الحديث عمن يكون الأمر له بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الصديق الخبر، أبلغهم أحد الناس الصحابة، ذهب الصديق وعمر وعبيدة ودخلوا السقيفة، وإذا بفريق من الأنصار، فل من الأنصار، وبدأ النقاش. وتحت سقف تلك السقيفة سيصدر أعظم قرار تاريخي بعد النبي عليه السلام، من سيتولى أمر الأمة. قام خطيب الأنصار، أنا أريقها إلى آخر خطبة المعروفة، أنا ما أحفظها لكن أذكر بعض ألفاظها. لما انتهى خطيب الأنصار من ذكر مناقب الأنصار وما للأنصار من الفضل، قال عمر بن الخطاب: وكنت قد زورت في نفسي مقالة، التزوير يعني هيأت وجهزت، أريد أن أطرحها بين يدي أبي بكر. فلما فرغ خطيب الأنصار أردت القيام وقمت، فلاحظني الصديق بعينه، لغة العيون كما يسميها المعاصرون. قال عمر: انظر إلى أثر الصديق وقت. فلما رآني لاحظ الصديق بعينه هبته فجلست. عمر على قوة شخصيته هنا تبين الشخصيتان العظيمتان، جلس عمر هيبة بس فقط من نظر الصديق له. فقام الصديق فتكلم، فقال عمر: والله لقد كان أحلم مني وأوقر، وما ترك كلمة في نفسي إلا قال مثلها وأحسن منها. وأستمحكم عذرا، الصديق لما قام رضي الله تعالى عنه، في بعض الروايات التي أذكرها الآن أنه قال للأنصار: ما ذكرتم من فضل فأنتم له أهل، وذكر بعض فضائلهم. كلكم يعرف تلك الرواية الصحيحة في الصحيح، لما رسلم أعطى المهاجرين وترك من؟ الأنصار. ووقع في نفس بعض الأنصار شيء، كيف يعطي غيرنا ويحرمنا؟ فدعاهم ثم قال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا أنتم برسلنا رحالكم؟ لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لا سلكت شعب الأنصار واديهم، فبكوا حتى خضلت لحاهم، رضي الله تعالى. نستفيد من هذا أنك إذا رأيت من صاحب فضل خطأ وذكر فضائله ليبرر، فأنت وافقه على بحق، تقر له الفضل الذي له وتزيد من فضائله حتى يعلم أنه ما أراد لك إلا الحق. يعني أخطأ عليك أخ لك وقال أنا لي فضل عليك كذا، تقول نعم أنت لك فضل علي وذكرت كذا وأنا أزيدك لك من فضائل علي كذا وكذا وكذا، حتى يتقبل أخوك توجيهك له، توجيهك له. الشاهد أن الصديق ذكر فضل الأنصار، ثم قال، ذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وسمانا الله الصادقين، ثم ذكر أن هذا أمر في قريش إلى آخره. ثم ماذا قال الصديق وماذا فعل؟ ما رشح نفسه مع أنه أفضل من على الأرض تلك اللحظة. قال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. قال عمر: فأخذ بيدي وأخذ بيدي أبي عبيدة. فقال عمر: والله لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم في أبي بكر الصديق. ثم قال عمر للصديق: ابسط يدك، فبسطها فبايعه، ثم المهاجر ثم الأنصار، وطوى الله جل وعلا هذا الأمر بفضله عز وجل، ثم بفضل الصديق بما آته الله من قوة الشخصية، وقبلها قوة الإيمان وقوة العلم وقوة الفقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.